السلام عليكم. بعد ما أصبح انتقال الياس السخيري في الميركاتو الصيفي لفريق جديد عبارة على مسلسل مكسيكي متاع 400 و500 حلقة، نهاية المسلسل بدأت تقرب بما أنه أصبحنا نحكيه على أخبار رسمية. هو ساعة علاش ما ثماش نهار إلا ونحكيه على الياس السخيري، ما ثماش نهار إلا وتلقى زوز ثلاثة أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف تحكي على الياس السخيري، لأنه ثم أكثر من فريق. هو لو كان جاء فريق ولا اثنين يرغبوا ويتبعوا في الياس السخيري رانا حكينا نهار نهارين وفات الحكاية. أما رانا نحكيه على كل تقريبا دوري من الدوريات الخمسة الكبرى إلا وتلقى فريق اثنين يرغبوا في خدمات الياس السخيري. الدوري الفرنسي نحكيه على ليون، نحكيه على إشبيليا من الدوري الإسباني، نحكيه على روما، ميلان، نابولي من الدوري الإيطالي، نحكيه كيف كيف على بروسيا دورتموند، مونشنغلادباخ من الدوري الألماني، وويست هام من الدوري الإنجليزي. اليوم رسميا أنتراخت فرانكفورت يقدم عرض رسمي للاعبنا الدولي الياس السخيري. العرض مدته 4 سنوات، الراتب السنوي قيمته 2.5 مليون أورو، وهو الثالث أعلى أجر في الفريق بعد ماريو جودزا والحارس كيفن ترابو، يتجاوز أجر المهاجم الدولي الفرنسي كولو مواني. الياس السخيري ممكن الساعات القليلة القادمة، ممكن نهار نهارين 48 ساعة يجيب على العرض كيف ما قلنا في الحلقة السابقة بالإجاب أو بالرفض. المهم من هنا لنهار إن شاء الله الأربعاء الخميس باش نعرفوا رسميا فريق الياس السخيري. العرض هذا راهو عرض رسمي، مانيش نحكيه على حسب موقع كذا وعلى حسب موقع كذا، رسميا أنتراخت فرانكفورت يقدم عرض لعبنا الدولي الياس السخيري. على حسب موقع موزايك فام اللي يقول أكد وسائل إعلام برتغالية أن نادي بورتو قد بات بدوره مهتما بالتعاقد مع الدولي التونسي الياس السخيري، خاصة وأن الفريق لم ينجح حتى الآن في ضم متوسط ميدان نادي برشلونة غونزاليس، والذي كان قد خاض الموسم الفارط في شكل إعارة في صفوف نادي فالنسيا الإسباني. هو في السابق فريق بورتو ما كانش مهتم بخدمات الياس السخيري، لكن فريق لشبونة واللي بتبيع فريق برتغالي كان مهتم بخدمات السخيري، والسخيري رفض أصلا الفكرة هذه أنه ينتقل للدوري البرتغالي. مهما كانت قيمة الأندية من الدوري البرتغالي اللي ترغب في خدمات الياس السخيري، وحتى لو كانت تشارك بانتظام في كل موسم في رابطة الأبطال الأوروبية، ممكن كجماهير للمنتخب أسوأ أخبار نجمه نسمعوه انتقال السخيري للدوري البرتغالي. يعني كنا ننتظر الياس السخيري يكون متواجد في فريق في أحد الدوريات، مش الخامسة، في أحد الدوريات الأربعة الكبرى، لأنه كجماهير للمنتخب نعود نقولها ما نحبذوش نلقاو السخيري في الدوري الفرنسي. يا أخي جانا فريق أنتراخت فرانكفورت متواجد في الدوري الألماني اللي قدم عرض رسمي للسخيري. يعني بعد ميلان، روما، نابولي، إشبيليا، أنتراخت فرانكفورت هو الفريق الوحيد اللي تقدم بعرض رسمي. هنا الرام ممكن نقطة ضعف الياس السخيري اللي اختير في التشكيلة المثالية في الدوري الألماني، أفضل أو من بين الأفضل الملعبية في وسط الميدان بطبيعة في البوندسليغا، ولاعب حر إلى حد الآن ما ثم حتى عرض رسمي باستثناء أنتراخت فرانكفورت. ممكن نقطة ضعف الياس السخيري تتمثل في وكيل أعمال، ونشوفوا مع بعضنا عيسى العيدوني من الدوري المجري ينتقل الفريق وراهن وبقوة الموسم الحالي في الدوري الألماني على لقبه بطبيعة. نحكيه على يونيون برلين، والسخيري ملاعبي حاضر، ملاعبي برز بشكل كبير، وأكثر من هكا لاعب حر إلى حد الآن ما ثم حتى عرض رسمي، صراحة نقطة استفهام كبير. وصحيح فريق أنتراخت فرانكفورت فاز بلقب أوروبا ليج، والموسم الفارط شارك في رابطة الأبطال الأوروبية وتأهل للدور الثاني في مجموعة كانت تضم كل من توتنهام اللي كان متواجد في المرتبة الأولى، أنتراخت فرانكفورت في المرتبة الثانية، سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المرتبة الثالثة، ومارسي الفرنسي في المرتبة الرابعة. لكن رانا نحبه ولا نكره في الدوري الألماني بعد باير ميونخ وبور أورسيا دورتموند بقية الأندية تقريبا مستواها متقارب. يعني مادامك ماكش موجود في باير ميونخ في بوروسيا دورتموند ما تقولش انتقلت الفريق باش مستقبلي يكون أفضل كرويا. علاش؟ على خاطر اليوم أنت تلعب مع فريق يلعب من أجل تفادي النزول، وقدمت موسم خارق للعادة
تنتقل الفريق شارك الموسم مثلا الفارت من أجل مقعد في رابطة الأبطال أو في مهم مسابقة أوروبية. بعد ما تنتقل الفريق هذاك بيدو تلقاه يلعب في من أجل تفادي النزول، وهذه هي مشكلة الأندية الألمانية بما أن المستوى متاعها متقارب برشا. على سبيل المثال نلقاو الياس الصخيري في فريق كولن، ينتقل الفريق أنتراخت فرانكفورت. أنتراخت فرانكفورت لو كان نجي ونشوفه معنا مع بعضنا قلنا صحيح راهو فاز بأوروبا ليج وتأهل للدور الثاني من رابطة الأبطال الأوروبية، لكن لو نجي ونشوفه الفريق هذا في البطولة الألمانية تاريخيا راهو مستواها متذبذب. على سبيل المثال في العشر سنين الأخرين موسم 2012-2013 أنهى الموسم في المرتبة السادسة، موسم 2013-2014 ينهي الموسم في المرتبة 13، موسم 2014-2015 ينهي الموسم في المرتبة التاسعة، موسم 2015-2016 ينهي الموسم في المرتبة 16، يعني لعب على تفادي النزول في المرتبة في الموسم 16-17 أو 2016-2017 ينهي الموسم في المرتبة 11، موسم 2017-2018 فريق أنتراخت فرانكفورت ينهي الموسم في المرتبة الثامنة، موسم 2018-2019 ينهي الموسم في المرتبة السابعة، 2019-2020 ينهي الموسم في المرتبة كيف كيف التاسعة، موسم 2020-2021 ينهي الموسم في المرتبة الخامسة، وموسم 2021-2022 ينهيه في المرتبة 11، والموسم الفارت 2022-2023 ينهي الموسم في المرتبة السابعة، المرتبة اللي تخوله مشاركة أوروبية. يعني كي نجيو نشوفوا مع بعضنا نلقاو فريق أنتراخت فرانكفورت ماوشي الفريق اللي يلعب من أجل الألقاب، ماوشي الفريق اللي يلعب من أجل المراتب الأولى، لكن من نجم وكان نقوله لو انتقل الياس الصخير الفريق أنتراخت فرانكفورت انتقل الفريق أفضل من فريق كولن، لكن المستوى الكبير اللي قدمه الياس الصخيري الموسم الفارت، وبما أنه لاعب حر صراحة كان بالإمكان إلى حد الآن راهو الياس الصخيري مازال ما وافقش على العرض، لكن لو وافق عليه كان بالإمكان الياس الصخيري باش ينتقل الفريق يكون أفضل من فريق أنتراخت فرانكفورت. على كل حال إن شاء الله الأيام القليلة القادمة تكون ثم أخبار صار على الياس الصخيري، إن شاء الله تكون عروض رسمية جديدة من أندية احنا كجماهير المنتخب نشيخوا عليها، أندية من الدوري الانجليزي الدوري الايطالي والدوري الاسباني، الأندية اللي عندها تاريخ في كرة القدم، لانه بالنسبة لنا جميع الأندية نعود نقولوها باستثناء بايرن ميونخ بروسيا دورتموند في الدوري الالماني جميع الأندية المستوى متاحة متقارب، ما ثماش حاجة كبيرة من أنتراخت فرانكفورت وفريق كل حظ موفق للياس الصخيري، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. في ختام الحلقة كالعادة البياري ما تبقى كبش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.